PUBG, PUBG Day. العشرة مرحبا بكم في فيديو جديد. السلام عليكم. الحمد لله واش العشرة مرحبا بكم في فيديو جديد باش ما نتعطلوش عليكم كيف العادة الخوت. قررنا اننا نديرو انا والوليد هذا الفيديو هذا غير في الدار، وهذا الفيديو ان شاء الله كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الوليد شي قال لي قبل ما نبداو المسائل سمحوا لينا الخوت تعطلنا عليكم، بغينا حنا ندير لكم شي حاجة مزيانة فهمتي، حاجة زينة وداكشي، بغينا ندير لكم شي حاجة زعما جات ديريكت من القلب. فعلا ندير لكم من القلب. الوليد مريض فما كيقدرش يديبلاصا ما كيقدرش يديبلاصا الخوت. قلنا اننا هاد السيمانه هادي حيت كنلوحو كل ويكاند هاد السيمانه نديرو في الدار الخوت. اش يجي بعدا اش حط لنا صاحبي؟ شوف الخوت اش حط لينا، راه كنفقد التركيز ديالي فاش كنشوف الحلوه هادي. هاد الحلوه القصه ديالها قصه. كيفاش القصه ديالها قصه؟ هادي هكا ديالك هادي شوق عليا في الدار البيضاء، داني خلي الحانوت ديال الحليب باش نخدم فيها. مشيت انا جلست في الطبله وخلي مشى كيهضر مع الباص. صيفط ليا كاس ديال القهوه حليب، هادوك ديال البكري، هادوك اللي عندهم اللي كنشمع ديال البكري، كاس ديال القهوه حليب، وصيفط ليا جوج بحال هادو. انا اش درت؟ انا كليتها مع القهوه هي والقهوه ديالها، ما شفت القهوه انا، ما شفت هي القهوه ديالها. حتى دخلت نخدم شفت الناس الكليان كيهيدوا لها القهوه، كنمس انا كلشي كنقول لها هذيك القهوه فين مشى. والله العظيم داكشي علاش كليتها هي والقهوه ديالها، ولكن راه مطوره حيت ليها القهوه. انايا وانت مطور. انا راه كنت قلت لك ما مطورش. كنت بغل؟ لا ما مطورش، ماشي بغل. خمس سنين في الدار البيضاء وجد فيها الراديو، ذاك الراديو سميتو الراديو. ديك الساعه خمس سنين جد الراديو. شحال كنت خدام الشهر؟ ما عرفتش الشهر، ما عرفتش السيمانه، ما عرفتش غير خدام بحال الحلو من 6 حتى ل 12. الخوت الخوت حنا ان شاء الله غادي نديروا واحد الفيلم قصير غنسميوه السي محمد ايامات الدار البيضاء. هكاك فيلم قصير غادي يعاود داكشي اللي طرا ليه ايامات ان الشباب نايو خلصنا. ماشي دابا، دابا كتهضر مع شي واحد كيقول لك شحال غتخلصني شحال غادي نخدم، اما ديك الساعه خدامين ديك الساعه ليل ونهار. لا بلاص بلا والو. المهم الاخوان بلا ما نطولوا عليكم في هذه المقدمه ديال الخوت، الكونسيبت ديال هذا يا عمر صاحبي قولها لي ولا عطيها لي صاحبي. وعاد واش شفناك تصور ولا؟ واه صاحبي ما تقولش دابا حتى نطيبوا لك الحيط. بلاتي بلاتي انا شوف هذا، شوف هذيك الاخرى، هذيك الاخرى هذه اسميتها، هذه شو سميتها؟ هذه اسميتها نص بوسه. نص بوسه. انا اش كنقول لها؟ كنقول لها نص بوسه. بس بوسه كيقول لها نص بوسه. شتي دابا في باتيسري لا نيس لا نيس في لابود كيديروا شي حلوه تاكل عليها صباع يديك. والله العظيم الا شفت انا الحلوه عطاها ليا الباترون يذوب اكادير، عطاها ليا فابور والله العظيم اللي عطاها ليا فا وجبناها عرفتي، والناس كلاو عليها يديهم. والله انا كليت يديا عرفتي وما كاينش الدم، كليت صباعي فينا هما فينا، وكليت صباعي والدم ما كاينش. هذيك الحلوه ديالهم الله يعمرها دار. كيف ما كتشوف الخوت جبنا هاد لي زاكسسوار هادو. الحمد لله خسرنا عليهم الفلوس. شنو خسرتي؟ راه البيت جاوري 260 ريال. الكونسيبت ديال هاد التشالنج الخوت هو انني اختاريت 9 ديال الاسئله محرجه غادي نعطيها لوليد، ومعاد اللي ورا الكاميرا هو الوليد اختاروا 9 ديال الاسئله حتى هما محرجه يعطيوها لي انايا. المهم الخوت غادي نحل دابا هادي. في الاول حاجه غادي نتشيكيوها. تشيكي تشيكي هادي بارك الله فيك الجيران. 9 البيضات و 9 البيضات في الطوطال يعني 16 بيضه. 18 حمار ما عرفتش الحساب 18 ما عرفتش. الخوت درتها بالعاني بغيت غنتيستي نشوف واش حاضر ولا لا. اما راه باينه واش 18 ما عرفتش الحساب 18 انت؟ لا غنعلمو ليك مازال. بصح اي الحساب علم لنا صاحبي غنعلمو ليك مازال ان شاء الله. ايوا داك الشيء غادي. المهم الاخوان غادي نبداو باول سؤال اللي غادي يجبدو الوالد. شكون غادي يبدا بعدا انا ولا انت؟ اللي بغيتي بدا انت. نيت غادي نديرو زين بومباح. يلا زين بومباح. يا زين بومباح. اي وصل دافع الله. يلا هكذا جبد من هذي. يلا سير على الله. اختاريتي شي وحده مزيانه؟ يلا حلها بلاتي بلاتي باش تشوف الخوت كل اخي داير. راه الاسئله كلهم غادي يدوزو يعني حتى وحده ما غاديش تفلت. حساب 18. يلا شوف شكون هو اللي غنعطيك الاول. واش تعرف بعدا تقرا شويه ولا لا؟ يا بسم الله. واش عمرك ضربتي الوالد؟ واش عمرك ضربتي الوالده؟ واش عمرك ضربتي الوالده؟ شوف جاوب بصراحه الصراحه. واش عمرك ضربتي الوالده؟ هاك يلا تفكر وجيب لي الميموار ديالك وقول لي الصراحه. انا وصلتني شي خبر ولكن ما غاديش نتاكد عليها حتى تقولها انت. ما عمرني عقلت نضربها. ادي الله يهديك. لا ما عمرني عقلت نضربها انا. ملي كانت حامله بيا. كانت حامله بيك؟ صفيقه ملي كان
ودي الله يهديك. او ما عمرني عقلت نضربها لا، ولكن ديك الساعه ما غاديش نعقل انا ونضربها. الا جاب الله طلع لي الدم وخرج لي راسي وخرج لي عقلي اي يمكن نضربها. yeah. خرج لي عقلي ديك الساعه. اما يكون عقل ونضربها شوي لا، ولا واقيلا تكون نكون عقل تكون سكران. لا سكران واقيلا كتجي سكران كتضرب له. لا ما عمرني شربت. لا يعني السؤال الاول الخوت اللي كنت ديما عمره هو، انا وصلتني واحد الخبر بان الوالده فاش كانت حامله بيا ضربها بالصرفيقه وفي الكوزينه. كون كانت الكوزينه كتهضر الخوت ومشينا سولنا هذا. اوه هذيك الساعه انا خرج عقلي. هي ما عقلتش وانت ماشي راه انت خرج عقلك. السؤال الاول ديالي يا الخوت بسم الله اصبر. انا راه السؤال ديالي نقرا. واش عمرك زورتي شي نتيجه في حياتك؟ لا الخوت النتيجة الخوت ما زورتهاش. واش عمرك زورتي شي نتيجة في حياتك؟ لا النتائج ما زورتهمش حيت انا موالف كنجيب 4 4 4 باقي ما تزورت ما. يعني الامتحانات كنت كنزورهم ما نكذبش عليكم. وقت كنت كندير السياتور بلاصتو. الله يسمح لينا كندير السياتور ديالنا اصلا. انت يا 4 الجبوله وخط ضيز من الوسط واش هذا السياتور هذا؟ باين ديالي ساهل يتزور الخوت. سهل. السؤال الثاني كيف ما كتشوفوا داز بامان وسلام. يا ربي السلام عندك غير تزور لي الشيك. هو هو اتنسيو راه يا باري باري كل ما تزور. يلا هاك جبد ما تجبد من عند هاك. قول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربي السلامة. واش عمرك خليتي الصلاة ديالك بلا سبب؟ بلا سبب بلا سبب. واش عمرك خليتي الصلاة ديالك شي نهار بلا سبب؟ بلا سبب. ايه قال لك ايه لا كيفاش واش ليا انا هذا السؤال؟ وانا كصاحبي انت اي لا ما عمرني خليت الصلاه ديالي. الا كان السبب هي ولكن كنعاود نرجع نرضى عاوتاني. كنرضى كنرضى عاوتاني. صليت الصبح؟ هي ديما الصلاه والعباده دائما. السؤال الثاني بالنسبه ليا الخوت اللي غادي تعطى لي انايا. واش عمرك شي نهار قلتي مع راسك كون غير كنت ولد شي واحد لاباس عليه؟ يعني السؤال معطي لي الخوت. واش عمرني شي نهار قلت مع راسي كون غير كنت ودي شي ولد زنيبر ولا ولد شكون ولد خنوش بيشا ولد خنوش بيشا ولا هو في الحقيقه خنوش. ايه كذب عليك. واحد النهار الخضره بغيت نقول ليه عطيني 5 دراهم باش نمشي للسيفير قال لك راه ما عنديش. وتمنيت الخوت في ديك اللحظه نكون ولد بيل غيتس كاع ياك بعدا. ويا قول الحمد لله الحمد لله خاتك ديانا. اما كون كنت ولد خنوش كون شري لي كات كات ودريت الكسيده مشيتي فيها وارى الكات كات ندير فيها الكسيده ولا غتمشي فيها. السؤال الثاني مره بسلام. لا هنا ما اي زيد هكا بسم الله. صبر بعدا صبر صبر نتسناو الاذان حتى يسكت. ايه بسم الله. المهم الاخوان من بعد ما سال الاذان خصك تمشي تصلي الوالد حيت ما كتخليش الصلاه ديالك ان شاء الله. دابا عنده السبب الخوت. دابا السبب. سير قرا السؤال ديالك. واش عمرك ضربتي شي من ولاد ديالك؟ شي واحد شي واحد من ولاد ديالك غير حيت كان طالع عليك الدم؟ ها واش عمرك ضربتي شي واحد كان برد فيهم الدم ديالي؟ ياك. وواحد الدري ولدي الحسن كان دير الحمام هذا كنضربو في الحمام حيت هو كسول ما عرفتش سميتو كنضربو في الحمام مزيان. شوم عليك اصاحبي راه قد عليك اصاحبي. لا العظيم بالله كنضربو في الحمام مسكين. الله يسمح لك اودي. الله امين امين. الله يسمح لي منه. اما انا كنتي كتضريك. اييه انت ضربتك واحد المره ضربتك. فعلا فعلا اخوك كان كيصلي معايا. اييه كان كيدير لي ديك اللعيبه ديال ما لا بدا حيت علاش حيت الدراري دابا الدراري باسلين. الدراري باسلين لا بدا تضربهم لا بدا. فعلا هذا هو المشكل. ولكن الضربه الوالد كيفاش كيكون؟ واش من الفوق ولا من التحت؟ كتضرب من التحت باش يطلع العقل اللي فوق. ياك. وملي تضربو ولا بغيتي تضربهم خصك تضربهم والدم ديالك بارد. ما يكونش يكون طالع عليك الدم ضربو بشي حاجه ضربو غير بيديك توعد في يديك. فعلا. ديما الصنطه ولتحت باش يطلع العقل اللي فوق. العقل المشكله الا ضربتيه لتحت وطلعت شي حاجه اخرى. غادي نشوف الخوت السؤال الموالي. واش عمرك خلصتي على شي بنت الغداء ولا العشاء وندمتي؟ باينه ديالك السؤال هذا معاذ. لا عاودي هو في الحقيقه وانت اللي كتخلص معاذ اش كيخلص؟ لا وانت اللي كتخلص انت اللي كيحلبوا فيك بحال البقره ديال هولندا. عاودي الله يهديك. عبد الله يهديك يا واحد الخطره كيحلبوا فيك انت واحد الخطره. واش راه كل نهار كتخرج بالليل للقهوه واش فلوس ديال الدار باقيين ولا مشاو؟ والله الا كاينين كيسمعوا لك في البركه. واحد الخطره الخوت اللي خلصت على واحد البنت الشلاضه ديال 10 دراهم. بارك الله فيك. وندمت والله العظيم الا سميتو وندمتي. تشوق عليا انا 12 ونص ديال الليل ديال ولد البنات. خرجت نخوي طارو الزبل. نسيت السوارت في الباب. جات واحد المراه وشافت السوارت في الباب وداك الشيء قالت لي عفاك عطيني الشريبه. مع 12 ونص ديال الليل والبنت هذا ودرك العطش. عرفت اش قالت لها؟ قالت لها انا ما ساكنش هنا عفاك ما ساكنش هنا. هي زيت قلبها بغا
بغات تطلع اما طلعت تبعني دير لي شي طلعو اش هو غدير لك اولا غتهز لي الصورته ولا شي حاجه قلت لي انا ما ساكنتش هنا اسمح لي فعلا هي تزيد مع الطريق فعلا وحده مع 12 ديال لابسه واحد السروال حل ما بغا يتحل شي حاجه ما بغا يتحل ولا لابسه شي حاجه بيضاء الفوق ولا لابسه عليها شي حاجه كما يقول المثال العربي الوقايه خير من العلاج من العلاج هكا الوقايه دير راسك كيف زعما كومان يا ابن اييه وقال لك عاوتاني مرحبا دير راسك اييه كاين عاوتاني يا سوق النساء سوق مطير يا الدخل من الدبر كيوريوك الربح بالقطار وكيقرطك في راس المال وقري المهم نعك قوي بصح راه كاين واحد اخرى صاحبي واحد المثال غنتفكروا نقولوا لك يلا وهادي هادي اللي حتي مازال ما جاوبت عليها راه جاوبتك اصاحبي واش عمرك خلصتي عليها شي عشاء قلت لك راه خلصت عليها خلصت عليها الشلاضه ب 10 دراهم دارت لي الزندق هزت لها هكاك علاش لا شنو هي بغات عندك انت لا هي خصها الشلاضه انا اللي كنت هي راه خلها الماكه عبد الله ماشي الشلاضه غير بغات تدخل هذيك راه غير بغات تدخل كالحمار هذيك انا البنت كنت داير واحد البلان قلت زعما كاينه نطمع هذاك الشلاضه ياك فهمتي ساعه كلات الشلاضه ومشات شوف وخلاتني انا اختي غدي وين شوف سول باك سول باك سميتو حرب النساء راه واعر عرفتي كندير هكا باش ما يطلعوا ليا في عينيه هكا كندير بحال الدبان باش ما يطلعوا ليا في عينيه راه كنعرف القوه ديالهم براد بيت يلا بيت لا من هنا ديالك انت دابا جبد هز بسم الله سسبنس حل حل وقرا ياك قريتي مع نسيم الحر مع نسيم الحر مع نسيم الحر في ثانوياتي بنو الهيثم الدار البيضاء غير هي شدات وزارات الصحافه انا شديت وزاره السياحه السياحه هو خدام في لوطيل عمرك خنتي الوالده ودرتي شي حفله ودرتي شي حاجه خايبه من موراها نقرا لكم السؤال الخوت تبر واش عمرك اللي صوب السؤال نتا انا اللي صوبته واشنو فيها صعب اسئله محرجه واش عمرك خنتي لوالده او درتي شي حاجه الصراحه المراه ديالي عزيزه عليا وكنحبها وكنطلب من الله نحبها نزيد الحب على الحب نحبها مازال عرفتي علاش عزيزه عليا اكثر من امي والله العظيم انا خدام في لوطين وكنعرف بعين ديال العيالات وكلشي عرفتي كندير بحال هكا باش ما يطيحوا ليا في عينيه الله يهديك ولكن الانسان ضعيف كاين الشيطان ولكن الشيطان الشيطان ينعس بالليل كيضرب بيا ما هذيك هذيك بعد اللي كاينه الشيطان كيضرب بيا ولكن عمرك درتي شي حاجه لا 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 مباشره من الجبال لا شي قبله لا لا قبله قبله عاديه ها ليك ها ليك السؤال طاح لك شوف 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 هذه هذه ما تقول لي فيها والو شوف انا نقول لك واحد لا هي كاينه شوف وانا خذ دابا نتلاقى مع شي بنت وبصح انا ولا تبيها اصبر فيها والو قال لك شوف ما يبرد الجو والنقا ما ترضع ما ترضع الخروج ولكن صبر قبل هذا قال لك اودي نظره من بعدها سلام من بعدها لمسه من بعدها قبله من بعدها قبله القبله من بعد القبله انا القلب ديالي سالم ما فيه داك الشيء اللي كضربوا له والله يا ولدي تجي تجي ليه انا كنقول لك جواب صحيح هو زيد اوكي جواب صحيح هاك يقبل الوالده راه كيقبل حتى دابا السؤال يقول واش عمرك شفرتي ليا شي نهار الفلوس من المجر بحال والو هانس السواك تما وغادي نلبس تما حاشا او سير خلينا اش كدير واحد الفعله خايبه الخوت الله يسمح لي وغادي نعترف اه باش نرجع عقلتي فاش كنتي كديني للحمام عقلتي هي كان كيديني الخوت للحمام كيساليني انا هو الاول كيمرخني عصا مزيان كيساليني كيقول لي طلع تسناني الفوق عاد كيبدا هو التحميمه ديالو يعني انا كنتسنى حتى كنتحمم من بعد كنتسنى عاوتاني حتى كيسالي هو يعني انا الحمام كيخرج ليا بخمس سوايع ست سوايع فاش كنسالي انايا كنطلع كنجبد الحوايج ديال الخوت كنجبد السروال كتبان ليا واحد 5 دراهم 10 دراهم كنجبدها الله يسمح ليا وكنرجع السروال كيف ما كان داكشي اللي كدير داكشي اللي كنت كندير هاكا والمجر حيت المجر كان عندي الدوبل ديالو واه انا ديما غادي نلور له هو يا هو واش درتي بهذا كل الفلوس كلاهم لك معلم اللي كان صغير لا يا راه هو باش نبر بدر هو باش نبر بدر لا لا كنت انت هذا كتستغلو من صغرو وباقي كتستغلو الان انت وحسام ايه وقلت عليكم الله وديك كنت الميزانيه كاع ما كيدخل حتى لجوج ديال الليل فين كتديو اصاحبي فين كديو نمشيو للحفاري اللي تحلات هذه وحده اخرى وحده جديده داكشي اللي كنشوف انا غير جاب الله كتسد مع الجوج الشهر الجاي غتطلق الرخصه ديال 5 الصباح اما نولي ندخل حتى 6 الصباح يا بالسلامه ان شاء الله نعطل ضو عليك قبع البيو بس حيت لو ما دير فلوس دلا دو كالم طوا فلوس دلا دو كالم فلوس دلا ما كاين ان شاء الله صافي كلشي كاين واه يلاه جبد جبد السؤال دابا انت يا عبد الله هذيك ها هي ديالك
بسم الله يا ربي السلامة. السؤال ديالي واش فايس ليك شفتي شي مرا شي مرا شي مرا شي مرا, شي مرا بالصدفة وعجبتك؟ السؤال الخوت باش نقرأ لكم بكل وضوح, واش فايت ليك شفتي شي مرا بالصدفة وعجبتك؟ جاوب بصراحة وما تشوف ليا في البيض, شوف ليا في الكاميرا لاتي باش إلا كنتي كتكذب قشلو. الحب الأول عزاز عليا عند ربيعة فاش قلت لها نيني يا ربيعة حب فيكم يا ربيعة نشوف يجيكم يا ربيعة والسروال الكحل ما بغا يتحل غنحلو فوق الدار إن شاء الله. زعما كاين واش عمرك شفتي شي وحدة عجبتك هنايا ولا لا؟ هنا لا دار البيضاء نهائيا في الخدمة في الدار البيضاء 33 عام ديال الخدمة عمرك لا 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 الخدمة ديريكت الخدمة كاميرا دابري ما كاينش داكشي صافي صافي فاش كاع قلت لي هاد الهضرة هادي بصح دابا يا اخوان غادي نشوفوا السؤال الموالي اللي غادي يكون ديالك انت ديالي صافي بسم الله واش داكشي خلينا معاذ والله الا حشومه عليك علاش تبقى على هاد الاسئله هادو انا شوف ما كاينش الاتفاق أنا أصبر صاحبي أنا عندك تزور السؤال صافي أنا قال لي كاسيدي واش عمرك درتي شي علاقة غير شرعية مع شي بنت؟ جاوب رسالة للأباء خليوا ولادكم يدوزوا لا 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 خليوا ولادكم يدوزوا الله يجازيكم شوف لا يعطيكم الخير شوف قال لك شوف حديث النبي هو الشريف قال لك خصك تبقى إلى جاب الله بغيتي دير شي حاجة صلي جوج ركعات صلي جوج ركعات وقرأ القرآن راه الله تبارك وتعالى غادي يبارزك وداك الشيء ماشي الحلال ماشي هذاك الشيء وفي الحلال هو ماشي هذاك داك الشيء البلاد ملي كنكلبوا إما دابا راه الناس قراوا واعيين داك الشيء ما كاين دابا أنا راه جاوبتك على السؤال هزوا كان السؤال من هنا أما أنت الحلال ديالك حريرة معايا شوف باقي واحد ثلاثة البيضات غنفرجعهم عليك اليوم واش فايت ليك درتي لا دوزتي واش فايت ليك دوزتي الحبس في عمرك ياك ايه زعما واش صبر نقرا اليوم حيت دابا انا الكتبه ديالي بحال النمل واش فايت ليك دوزتي الحبس واخا غير 48 ساعه في حياتك اوكي واش غنقول لك دابا بصراحه غتقول لي شحال تشد فيك الدار البيضاء وعلاش السبب شفت الدار البيضاء كان بحال رمضان جيت ياك وما بغيتش نلفي خالي حيت خالي جيت مع 3 الصباح ما بغيتش نلفي خالي وبلاتي جيت من الخدمه فطرت ديك الساعه لا بلاتي ديك الساعه وبلاتي ديك الساعه صباح العيد ديال سميتو وجيت القهوه غادي تسد ياك خلصني هذاك شي فلوس ومشيت ما بغيتش انا قلت ما بغيتش نفيق خالي انا نمشي نعس نعس في الجردة في واحد الكرسي نعس الخوت ثاني نعس ياك ثاني نعس ملي سميتو جاو الخزنيه جاو الخزنيه هزونا في الجردة قال لك لا شحال من واحد الدراري قلت لي جمعوا كلشي جمعونا داونا المقاطعه ملي داونا المقاطعه شنو تما قال لك شطبوا المقاطعه شطبنا المقاطعه حتى وصل الوقت الفطور وما يطلقونا هذيك وعاوتاني واحده اخرى مشيت حاجه كنبول على الحيط كنبول على الحيط هما يوقفوا علي المخزنيه قالوا لي علاش كتبوا على الحيط جاوني عاوتاني خلصت فيها 102 دريال البروسي 102 دريال في الدار البيضاء هادشي 102 دريال خلصت عليها ما نعرف 102 دريال بروسي هذا هو البروسي هذيك ما عمرني دوزت الحبس كاع ما عمرني دوزت والو نهائيا ولكن ناوي ان شاء الله دوزو اوه عجب الله بشرى الجن عنده واحد الشيك مازال ما خلصو غيدوز ان شاء الله نتقبك عاد كيفاش تقبل زيد راه هي هادي باش تقول لي سؤال موالي الاخوان واش عمرك بديتي يديك لشي واحد في الزنقه ايوا في واحد النهار الخوت فعلا مشينا تبحرنا درنا مشينا انا والدراري ما كانش معنا ماشي موعد المهم شي دراري اخرين وصفروا لينا الحوايج والحوايج كان فيهم صرف صافي فاش بينا نطلعوا من البحر الخوت طلعت لفوق الطوبيس ديك الساعه 60 ريال صافي وجقرت جقرت ما فيها عيب ياك هذيك جقرت الدرهم عندنا هذا الدرهم عندنا هذا 40 ريال حتى جمع غير واش تحليتها فهمتي جقرت 60 ريال قلت صفر نزيد 5 دراهم باش نشد لك اسكروت ساعه خرجت فواحد 50 درهم حسابو 18 هي هذيك داو ديك الحوايج ما عمرك قلتها ليا راه التخبيه داك الساعه ديك الساعات الويد راه كنقول لك انا اليبو اليبو هكا كي راه كنت صعيبه صاحبي نقول عليك راه تسلخني يلا لا هنا هنا لا انت دابا اللي غتجبد من هنا
ورا ما دايرينش القرعه صاحبي. يا ربي السلامه. طويل هذا السؤال اوليدي. واش عمرك تعصبتي تعرضتي؟ انا قرعتي حيت السؤال انا اللي كتب. واش عمرك بلاتي واش عمرك تعرضتي لشي تحرش جنسي من طرف شي من طرف من طرف الوالد من طرف شي وحده في الخدمة؟ ها دابا جاوبنا. صبر نقول لكم السؤال باش تعرفوه. واش عمرك تعرضتي لشي تحرش جنسي من طرف شي وحده في الخدمة؟ في الخدمة. الخدمة كيف ما كتعرفوا الوالد خدام في الوطن، والخدمة ديال اللي كتعرف البنات كيكون كيدوزي يعني يقدر يبان لي حاجة. ماشي كندوزي ماشي انت الناس هو دارك خدام بحكم الخدمة. الخدمة خصك تحترمها، ولكن بالله شوف اسمح لي انا الخدمه خصك تحترمها سمعتي، وكان سلبي البنات وكان سلبي العيالات وكان سلبي كل شيء سمعتي، وكان ندير بحال هكا باش ما يطيحوا ليا في عينيا سمعتي سمعتي سمعتي. وانا بالحب كنحب الوالده ديالك، كنحب الوالده ديالك، ما عمرني شي وحده جاتني ولا شي وحده ولا شي وحده غفلات عليا ولا شي وحده غفلات عليا ولا شي حاجه، ما عمر شي وحده لعبات عليا ولا جاتني شي وحده. عرفتي علاش؟ حيت انا خدام كنبغي نجيب رزق لولادي ماشي نمشي نخسرهم. انا خصني نجيب رزق لولادي. ولكن بلاتي انا السؤال دابا مازال ما جاوبتيني عليه. ايوا هي راه هي هادي باش انا نتعرض لشي وحده. ماشي انت اللي غتحرش بشي وحده، راه وحده اللي تحرش. هي هي زعما واش شحال؟ شوف هذه واحد النصرانيه كانت كتبغيني بزاف، والنهار ديال الديبار الخوت كتبكي كتبكي. شنو سميتها النصرانيه هذه؟ السميه ديالها جاكلين. جاكلين؟ لا جاكلين سميتها جاكلين، وهي ساكنه في الدنمارك وكتبكي عليا انا. والله الا كتبكي ملي بغات تمشي، والله الا كتبكي. ولكن راه جاتني كيسولوها الخدامه كيقول لها علاش كتبكي داكشي، كيقول لها محمد يسكت 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 محمد يسكت. ولكن بلاتي يسكت عطيتها شي حاجه؟ لا 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 ما عطيتها والو، غير هي غير هي كتبغيني من عند الله ماشي كتبغيني من عند الله صافي. لا ما كاينش داكشي والو، لا ما كاينش كتبغيني من عند الله صافي. كون عاد تزوجتي الدنماركيه تزوجتي بها ديري لك الوراق دابا ولات عندي الجنسيه انا. هويا هويا السؤال ما بقينا والو الخوذ نساليو. واش عمرك كليتي شي نهار بالتخبيه في رمضان؟ انا واش عمرك كليتي شي نهار بالتخبيه في رمضان؟ هو في الحقيقه الخوذ واحد النهار كليت بالتخبيه. التخبيه مكتيش من الله. لا صاحبي راه داك النهار طرات ليا شي حاجه في الصباح فهمتي. ايوا طرات لك شي حاجه في الصباح في العشيه الموضوع عوم. راه الله تبارك وتعالى كيقول لك صلي وعوم. صافي صافي السؤال مجاوب عليه. شكون دابا انت؟ جبد جبد اجبد هو من اصدق قال لي شي مصيبه داك حلا قال لك شنو هي اخيب حاجه فيك؟ لا هي اخيب حاجه فيك. شنو هي اخيب حاجه فيك انت؟ ياك وافيك وانت في انا اخيب حاجه في انا. واش في انا؟ وي في فقر الدم. ما تفقر الدم والسكر هو اللي هو اللي ما بغيتوش ديال والله العظيم فيا فقر الدم. ما فهمتيش السؤال اصاحبي. واش هي؟ ما فهمتيش السؤال. اخيب حاجه ماشي مرض، راه هذا كيجي النعاس. النعاس كنعطيها النعاس. النعاس النعاس 10 0 كنعس. يا ربي السلامه يا ربي ودي النعاس. الله يجي منك بسم الله. واش معاذ والله الاسئله ديالك باينين اخويا. شحرتيها ليه؟ شحرتيها ليه؟ شحرها ليه وحمرها ليه؟ والله الا شحرتيها ليه. واش عمرك تفرجتي في المواقع الاباحيه؟ المواقع الاباحيه بحال والو ديال الكلب. راه بحال والو راه كنسمعوا باللي راه ما كينعس بالليل. راه ما كينعس بالليل كنشوفي مع شي وحده المواقع. اودي صافي خليها السؤال. اش هو انا ولا انت؟ انت لا انا جاوب على السؤال. النص ديال المغرب والمغرب كله. واش عمرك تعديتيني؟ تعديتي؟ واش عمرك تعديتي على شي واحد بلا سبب؟ بلا سبب. واش عمرك تعديتي على شي واحد بدون سبب؟ غير شقات لك صربختيها معاه ولا عطيتيه بونيه بدون سبب؟ بدون سبب نهائيا. شوف انا بغيتك غتعاود لينا شي نهار شي مدبزه وقعت لك شي مضاربه انت وشي واحد شي سوء تفاهم ادى الى انك ضربتيه ولا ضربك هو. واش نقول لك؟ ما عمرك زعما كتضربتي مع شي واحد هكا بونيه بونيه؟ يا لا 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 ماشي المهم ضربت مع واحد. ايه شنو ضربت مع واحد تعدى عليا واحد الخدام اش دار ليا؟ انا كنت في لوطين واحد لوطين ياسمينه بلا ما نذكرو اسم داك ياك تذكرتيه هو بلاتي اش دار ليا اش دار ليا هذا الحمار هذا؟ كنت انا كنسربي واحد الخدام كنت كنسربي الخوت معاه كنتمسح معاه وداك الشيء وهذاك عرفتي اش دار ليا؟ دار ديك لا بوان فاش كنهزو واحد البلا كنهزو فيها لا سوب دارها حتى تحمرات مزيان فوق العافيه فوق العافيه تحمرات مزيان وردها ليا جهتي وحط فيها السوبيره اللي فيها الصبه فهمتي؟ وانا بغيت نهزها عرفتي دار له صباعي حرقني
حرقني صافي ما عقلتش مازال اسمي دابا جات ايوا جات وكيضحك هو وكيضحك ايوا جات صافي هي هذيك صبرت حتى كملنا السيرفيس كملنا السيرفيس وداك الشيء ملي خرجنا برا خرجت كنتسناه برا كنتسناه برا وهزيت واحد العصا غير هاد الشتا خرج وانا نشرق على مو شرقت عمو كنضربو عرفتي انت برت انا حتى شت الدم هابط عليا سمعتي فعلا انا قلتها للباطون ديك الساعه طلعت عند الباطون قلتها ليه قال لي صافي غدا ان شاء الله جيو عندي بجوج باش نتفاهم معكم غدا ولكن انا درت الشرعه ديالي هي هذيك ملي ضربتو خرج الدم وداك الشيء حتى خرج الدم شت الدم عاد برت انا سميتو عاد تقسو اي واش نضرب ملي مشيت الصباح عند الباطون قال لي درتي لي فوت قال لي ما كنتيش تضرب معاه واش جيتي عندي قلتها ليا قلت صافي غدا ان شاء الله جيو عندي بجوج قال لي درتي دابا فهمتي الديك ساعة غضب ساعة يعني درتي حلمتي الديك دابا ملي درتي فيه يديك دابا الله يهنيك والله العظيم راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اذا غضبت فاجلس انا بقى في الحال بقيت كنتسنى برا حتى خرج وانا نشدو عطيتو العصا مزيان حتى شد الدم هبط ليه وراه باقي الدم تما ها اسمي درت فين لا ماشي فين ما صاحبي قلت انا واقعية تقول لي انت فين قول لك انا واقعيه ديالي هذه نجيو صباعي مشاو تشواو فعلا شو ما صح كون اكليتيو اخر سؤال اللي معطي لي انايا واش عمرك خسرتي شي حاجه في الدار وضربتيها بشي بالكره يعني واش عمرك خسرتي شي حاجه في الدار شحال كتخسر داك النهار اللي حولتي لي الدار ديتي الله يهديك خلينا صاحبي كدير شي بزاف واحد انت يا الله يهديك الوالد انا واحد النهار وداك النهار حكيتي لي الفوقيه ديالي الفوقيه عزيزه عليا الحمر ما عمري ننسى هذيك بحال هذيك الفوقيه ما لقاهاش مازال مشيله ولا يهديك ديال الحرمين صاحبي انايا ها ودي الله يهديك الله يهديك يا وليد دابا ما سمعتش ليك فيها واحد النهار اللي خسرت داك الراديو خسرته ايوا بغيت نجبد داك الهند اللي فيه داك الهند داك الباط قال لك اودي راه كيتباع بدرهم جوج دراهم جوج دراهم الحمر خسرت الراديو ديال 100 درهم باع على قبل جوج دراهم هو راه قول عليا ونعطيك جوج دراهم اش هو قاعد كتعطيني واش برهوش الاخر قبع الله يواسيك هو زين واش عطيني عصا شوف ندير لك المجدان خسر الراديو جبتيها سميتو باش يبيعها ليك بدرهم يقول لي كدرهم صاحبي ولا جوج دراهم هو دابا عندنا صاحبي راه شتي الناس شتي الكلا كريستال كنا صغار الكلا هذاك الكلا المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا نتمنوا الخوت نقولوا خفاف عليكم على الاعلان يتناول البرانك نشعلوا العافيه في الدار اييه البرانك جديد الخوت البرانك جاي ان شاء الله راه نشعلوا العافيه في الدار الحمر قبح الله يوسعك طلع العافية الحمر الاخر قبح الله يوسعك نعطلوا عليك ديريكتا توليد واش سميتو ديريكتا توليد باكول باكول لا نجي نعطلوا عليك شعلي العافيه في الدار والله يمك تنحرق ديديكاس لوتين افودو لانيس باتيسري لانيس فاكادير ديديكاس ليكم شكرا لكم الله يعطيكم الخير شكرا واحد الخبر اخر راه قريبا مليون ان شاء الله ان شاء الله قريب مليون ابوني وغادي يشعلوا الضوء بالتشيرة ليل ونهار شعلوا العافية في الدار الدار شعلوا العافية في الدار يلاه ما تنساوش لايك للفيديو والضلع ضلع فراق كيفاش تسال الفيديو ديما الجيم والضلع